النشرة الإخبارية الأخيرة مباشرة من الأولى إليكم أبرز عناوينها. استمرار الجولات الميدانية التي تندرج في إطار عمليات التنسيق وتتبع التنزيل الاستعجالي للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية وضمان التموين الطبيعي للسوق الوطني بالفواكه والخضار. برباط التوقيع على اتفاقية بين منظمة العمل الدولية والمؤسسة المغربية للثقافة المالية لتعزيز شراكتهما التي تأسست منذ سنة 16 و2000 ولتأطير أنشطتهما التعاونية المستقبلية في إطار مشروع وفير. وإتمام إجراءات نقل ملكية مسرح سيرفانتس بطنجة إلى المملكة المغربية من طرف الحكومة الإسبانية. السلام عليكم، نستهل النشرة من فضاء سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان الذي كان فجر الثلاثاء محط زيارة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الزيارة تندرج في إطار عمليات التنسيق وتتبع التنزيل الاستعجالي للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية وضمان التموين الطبيعي للسوق الوطني بالفواكه والخضر. روبورتاج محمد رضا العبيدي وعبد الفتاح سوين. المحطة الأولى ضمن هذه الزيارة التفقدية سوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه بإنزقان. يوميا يلجه ما يفوق 500 شاحنة قادمة من مختلف المناطق الزراعية ومحملة بأطنان من المنتجات الفلاحية الموجهة لمختلف الأسواق. وضعية الخضر اليوم، مسارات تزويد السوق وتموينه، أثمنة البيع، حولها أسئلة طرحت والجواب انخفاض تدريجي في الأسعار. الشيء ديال الحرارة هي اللي دفعت الطماطم، ذاك الكونتيت اللي كان بيكون شهر واحد وشهر جوج هو اللي تجمع لنا في شهر 12 وتجمع لنا في شهر 11، هذه هي اللي جابت مطيشة طابت. دروك ذاك الشيء اللي بيقلعوا الناس في هذا الشهر واحد أو شهر جوج بداتوا ديك الحرارة الأولى، إما دابا الحمد لله سخنت عاوتاني الوقت بعد اللي خرجت الليالي سخنت دابا الوقت والحمد لله المطيشة راه موجودة. وحنا كمصدرين خدمناها مع دماغنا وكجمعية، أنا يعني مثلا بينا نشارجوا 100% شارجينا غير 50% باش نبقى سلعتنا في بلادنا. دروك السوق تنقص من هنا لقدام، من هنا لقدام غادي تزيد ما الطياب ما كاينش. واول حنا جاليزان قريت مزيدين كاملين الفلاح مسكين الكلاصه اللي باسمها اللي جان قريت كنديو ب 9 درهم 7 درهم وصلوا 25 درهم. الوجهه الثانيه احدى ضيعات انتاج الطماطم باقليم شتوكا ايتباها، واحدة من بين أزيد من 700 ضيعة بمعدل إنتاج سنوي يصل إلى أكثر من مليون طن من البواكر، وتمثل فيها الطماطم 52%. اليوم كانت واحد الزيارة للسيد الوزير من أجل الرؤية الواضحة في الكمية الإنتاج اللي غادي تشوفهم المنطقة في الأسابيع المقبلة، لأن هذا النقص راجع لانخفاض درجة الحرارة في المنطقة وخاصة جهة سوس مسا. الزيارة التفقدية كانت مناسبة للاطلاع على ظروف الإنتاج والسقي في ظرفية عنوانها الأبرز انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. زيارة الميدانية نتاع ضيعات الإنتاج واللي شفنا هذا يعني التأثير ديال الحرارة الدنيا على النضج وديال الطماطم وبالتالي على الجني يعني المستمر اللي كان فيه واحد التقاطع، ولكن الإنتاج هو جد مهم اللي موجود، إنتاج كيفوق الإنتاج ديال السنة الماضية لا فيما بالنسبة يعني المساحات اللي مزروعة ولا بالنسبة كذلك الإنتاجية اللي هي جد مهمة بواحد الجودة اللي هي مهمة. وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كان له أيضا لقاء تواصلي مع مهنيي قطاع الخضر والفواكه وفي جدول الأعمال تشاور وطرح للإشكاليات وتوحيد للرؤى بهدف ضمان تموين منتظم للسوق الداخلية كأولوية وإقرار أسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن على بعد أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك. وعلى هامش هذه الزيارة الميدانية قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في تصريح للصحافة إن أسعار اللحوم ستبدأ في الانخفاض تدريجيا قبل حلول شهر رمضان، وإن الحكومة اتخذت جملة من التدابير من بينها استيراد الأبقار الموجهة للذبح من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
الإجراءات اللي عملتها الحكومة فيما يخص تمويل السوق الداخلي بالأبقار اللي كتمشي للذبح هي إجراءات اللي كتنزل، وهذه أكثر من الأسبوع، ويعني الأبقار اللي غادية للذبح كتدخل يعني لبلادنا، وبدات كتأثر بصفة يعني مباشرة على السوق، لأن السوق ديال الدار البيضاء راه نقصت فيه بين 5 حتى 7 ديال الدراهم في هذه 3 أيام الأخيرة، وحنا غاديين في نفس يعني النهج، وكل نهار راه كيدخل واحد الفوج كتدخل من أوروبا، ولكن احنا كنتسناو هذا الأسبوع المقبل باش يكون واحد 2 ديال الأفواج اللي جايين من أمريكا اللاتينية، واللي هما فيهم شي 3000 رأس في كل باخرة من البرازيل ومن الأوروغواي، وهذا الشيء يعني باين، وهذه الإحصائيات والمهنيين كذلك اللي اجتمعنا معهم عطاو يعني تدقيق فيما يخص هذا الشيء اللي كيدخل وهذاك الشيء اللي داخل عاد، لأن كنعرفوا شكون اللي شرى منين شرى فوقاش داخل، لأن عندنا لجنة ديال التتبع ديال لونسا اللي كتتبع اللي باش كتسهل المساطر ديال الدخول، وهذا الشيء غادي يحافظ على القطع ديالنا أولا باش تكون إعادة تشكيل ديال القطع، وثانيا غادي يسمح لنا باش الأثمان ديال اللحوم الحمراء ترجع للمستويات ديالها قبل هذا الارتفاع. وغير نذكر بأنه نفس العملية ونفس الإجراءات عملناها على الغنم على الأغنام، ولأنه حتى هي هذه السلسلة فقدت التوازن ديالها بين كورونا وهذا الشيء ديال الجفاف، وحنا بغينا هذا الشيء ديال الأغنام والأكباش اللي كتذبح اللي ديالنا بغينا نحبسوها باش نعوضوها في هذه الآونة بالأغنام اللي غادي تستورد. في الخبر الدولي، دخلت الثلاثاء أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا بعد 8 أيام من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 35,000 شخص، والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية بأكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن. عبدها الكاراتي. منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن الزلزال الذي خلف أكثر من 36,000 قتيل في تركيا وسوريا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن تضرب بلدا واقعا ضمن منطقتها الأوروبية. نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي خلال قرن، وما زلنا نقيم حجمها. ويعد انتشار الفرق الطبية للإغاثة الطارئة بالإضافة إلى نشر 3 طائرات ومعدات طبية لإسعاف 400,000 شخص الأكبر في تاريخ منظمة الصحة العالمية في أوروبا منذ 75 عاما. الحجم الهائل للكارثة جعل ملايين الأشخاص في حاجة إلى مساعدات عاجلة. منظمة الأمم المتحدة أطلقت نداء طارئا لجمع حوالي 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا. بدورها منظمة الصحة العالمية أطلقت نداء لجمع الأموال لتقديم الدعم للضحايا في سوريا وتركيا. منظمة الصحة العالمية أطلقت نداء لجمع 43 مليون دولار لدعم الاستجابة للزلزال في سوريا وتركيا، وأتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ خلال الأيام المقبلة. من جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في تركيا إن الأضرار التي لحقت بشبكة المياه والصرف الصحي تشكل مصدر قلق وتزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه وتفشي الأمراض المعدية. وفي ملف الحرب في أوكرانيا، أشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء إلى وضع صعب للغاية في شرق البلاد في مواجهة القوات الروسية التي حققت في الأسابيع الأخيرة مكاسب ميدانية خصوصا قرب باخموت. في غضون ذلك، تبحث الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في سبل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا خلال لقاء في بروكسل ناقش تزويد كييف بالمقاتلات. واصل بقية أخبار النشر من الرباط، حيث وقع كل من مكتب منظمة العمل الدولية والمؤسسة المغربية للثقافة المالية مذكرة تفاهم لتعزيز شراكتهما التي تأسست منذ سنة 16 و2000 ولتأطير أنشطتهما التعاونية المستقبلية في إطار مشروع وفيرة. ياسر العمراني وعبد الإله مساحل.
بالنظر إلى خبرتها في مجال النهوض بالمقاولة الذاتية النسائية، تعمل المؤسسة المغربية للثقافة المالية على دعم الجهود المبذولة في هذا الإطار عبر تمكين النساء من تطوير وتعزيز قدراتهن المالية. وبغية تشجيع الاندماج الاجتماعي والاقتصادي المستدام لهذه الفئة، لا سيما من خلال إحداث أنشطة مدرة للدخل، تشارك المؤسسة في الأنشطة التكوينية الخاصة بعدة مشاريع كمشروع وفيرة. هو برنامج يهم النساء القرويات العاملات التي يهاجرن لإسبانيا للعمل بصفة موسمية، وبرامج التدريب المالي في هذا الإطار كي منحوهم كفاءات ومهارات مالية لإعانتهم ومساعدتهم على وضع أنشطة مدرة للدخل وكذلك تسييرها بطريقة ناجحة. ويتولى تنسيق هذا المشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالمغرب، كما يجري تنفيذه بشراكة وثيقة بين الحكومتين المغربية والإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. اليوم مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية لحتى نقدر نعمل تمكين اقتصادي للسيدات اللواتي يعملن في إسبانيا بطريقة عادية كل سنة، بيروحوا بيجمعوا الفاكهة الحمراء وبيجوا بيشتغلوا، تنقدر نرجع نفوت هيدول السيدات على عالم العمل، بنمكنهم اقتصاديا وفنيا بمساعدتهم بإعطائهم قروض وبإعطائهم كمان ثقافة الثقافة المالية المطلوبة ليديروا مشاريعهم الصغيرة، وهذا الشيء بيمكننا لإدخالهم بطريقة صحيحة لعالم العمل. ويلتزم كل من مكتب منظمة العمل الدولية والمؤسسة المغربية للثقافة المالية بالعمل من أجل تحسين الاستقلالية المالية للنساء المشاركات في المشروع من خلال تسهيل عملية اختيار المشروع واستعمال الخدمات البنكية الملائمة. أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب الاثنين بالدار البيضاء أن السياسة الضريبية تتطلع بدور حاسم في الانتعاش الاقتصادي وتضمن تعزيز الهياكل المالية للمقاولات المغربية. التأكيد كان خلال لقاء نظم بمقر الاتحاد بحضور المدير العام للمديرية العامة للضرائب حول أهم مقتضيات قانون المالية لسنة 23 و2000. بشعب عماري وأحمد حمري. ينعقد هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها المديرية العامة للضرائب بمختلف الجهات مع الفاعلين الاقتصاديين لطرح الأحكام الرئيسية لقانون المالية للسنة الجارية. قانون المالية جاء مثلا بإصلاح شامل للضريبة على الشركات باش نوصلوا ل 20%. هذا الإصلاح غادي يعطي رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين. خصنا نشتغلوا من دابا على قانون المالية 2024. ولتحفيز النمو وتعميمه وفقا لتوصيات القواعد الضريبية، تم طرح مجموعة من المقترحات والقضايا المتعلقة بتوطيد الروابط بين الإدارة الضريبية وشركائها في القطاع الخاص. تحدثنا عن بعض الأحكام وبشكل أساسي عن إصلاحات وأهداف المديرية العامة للضرائب وما يجب على الشركات المساهمة فيها على حد سواء، الامتثال لأحكام التمويل والتنمية مقابل أهداف الإدارة العامة للضرائب. كما تمت الدعوة إلى العمل المبكر على ضم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإصلاح الضرائب المحلية وإدماج القطاع غير مهيكل ضمن قانون المالية للسنة المقبلة. في سياق متصل بقانون المالية للسنة الجارية، نظمت جمعية رباط الفتح لقاء تواصليا سلط الضوء على أهداف القانون ومختلف التحديات المطروحة، كما صرح لنا بذلك المهدي زناتي عضو الجمعية. تندرج هذه الندوة في إطار النقاش العمومي حول قانون المالية نظرا لأهميته ولأنه يمس العيش اليومي للمواطن المغربي لسنة كاملة وهي سنة 2023، وكذلك للوقع الاقتصادي والاجتماعي لهذا القانون. ستكون قراءة شاملة في الشق الضريبي، في الشق الاقتصادي، الشق الاجتماعي، وكذا شق الدين العمومي.
من آخر، نظمت جمعية طلبة المدرسة الوطنية العليا للمعادن الدورة 23 من منتدى المعادن الرباط، والذي يشكل فضاء للتبادل الحر بين المقاولة ومهندسي الغد، وكذا طرح العديد من القضايا التي تهم مستجدات القطاع، وذلك بحضور أساتذة وخبراء. في المتابعة سهام بوخليفي وأمين عموري. الانتقال الطاقي بالمغرب يشكل ورشا استراتيجيا يحظى بالأولوية، ويشكل محركا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. انتقال يرتكز على الخصوص على تسريع تطوير الطاقات المتجددة وكذا النجاعة الطاقية. من أهم الملتقيات التي ينظمها الطلبة، وأيضا بالنسبة لهذه السنة يهتم بموضوع الانتقال الطاقي، ونعرف حاليا هذه الإشكالية خاصة بعد الظروف والتقلبات الدولية. سوف يتم نقاش بين المقاولين وبين الأكاديميين لوضع آليات إن شاء الله. المنتدى يشكل كل سنة أرضية صلبة لطرح العديد من المحاور ذات الراهنية، والتي ينكب على مناقشتها الطلبة والخبراء من خلال تبادل فكري وعلمي من شأنه أن يفرز نتائج ميدانية تتماشى واستراتيجيات المغرب في هذا المجال. كيدرس العلاقة ما بين لا ترانزيسيون انرجيتيك أو الانتقال الطاقي مع تفعيل لي انفستيسمون أو المشاريع باش ننميو نظام الاقتصاد الوطني ديالنا، وباش نجعلوه يعني مرن ويقدر يتماشى مع كاع المشاكل أو الصعوبات اللي يقدر يعانيها العالم في المجال الاقتصادي. المنتدى وإلى جانب الورشات والندوات التي تناقش المحاور المبرمجة، تمنح الطلبة كذلك فرصة التعرف على الفرص التي يتيحها سوق الشغل. كما أشرت إلى ذلك في العناوين، تم السبت نشر هبة لا رجعة فيها من طرف الدولة الإسبانية للمغرب في الجريدة الرسمية، والتي تتعلق بالمسرح التاريخي سيرفانتس الكبير بطنجة. وبموجب مرسوم يتعهد المغرب بترميم المبنى بالكامل مع احترام الهندسة الأصلية سواء بالواجهة أو من الداخل، والحفاظ على التصميم الأصلي للمسرح. روبورتاج أنيس أبو مدي، عبد الرحيم بن شيخي، سعيد ناجح وحياة فخري. مسرح سيرفانتس الكبير معلمة تاريخية لعبت دورا كبيرا في الإشعاع الثقافي لطنجة، أصبحت رسميا اليوم في ملكية المغرب. وكانت المملكة قد طلبت بملكية المسرح استنادا إلى اتفاقية تعود إلى عام 2019. ولحفظ القيمة التاريخية للمسرح، تم الاتفاق بين الجانبين المغربي والإسباني على الحفاظ على الطابع الإسباني باحترام المعمار الأصلي في الواجهة والداخل، والحفاظ على المكون الإسباني في البرامج الثقافية لهذه المؤسسة. عملية ترميم ديال المسرح سيرفانتس هي عملية صعبة، فلهذا طلبت منا وقت كثير باش ندرسوها، والحمد لله دابا غادي نبداو الاشغال ان شاء الله قريبا في عمليه الترميم ديالو والحفاظ على كل المكونات ديالو من الناحيه الهندسيه، من الناحيه الفنيه، وخصوصا بعض الاعمال الفنيه الموجوده فيه اللي ضروري خصنا نحافظوا عليها، كالرسومات اللي كاين في السقف ديال المسرح، وطبعا وبعض لي سكولتور ولا بعض المنقوشات اللي كاينين لا في الواجهه ديال المسرح ولا داخل القاعه الكبرى ديال المسرح. تحفة معمارية إسبانية احتضنت عروض كبار الفنانين والمسرحيين العالميين، ستشهد عملية ترميم واسعة لتبقى شاهدة على تاريخ هذه المدينة العريقة في التجارة الدولية والحركة الثقافية. طبعا هذا يعد ربحا كبيرا للمملكة المغربية، على اعتبار أنه سينضاف إلى المجموعة من المعالم التي تعرف حاليا عملية الترميم بالمدينة، وكما قلت فهو إذن
نقطة زائدة بالنسبة لهذه المدينة هذه. وهذا المسرح هذا هو صراحة قيمة مضافة كبيرة للمدينة، لعب واحد الدور كبير، نشر الثقافة في طنجار، واحد العدد المسارح، وأول فرقة مسرحية مغربية تأسست مدينة طنجة سنة 1926 فرقة الهلال، حتى هي لعبت أدوار كبيرة في ذاك المسرح وأدت رسائل كبيرة ومشفرة كذلك، لأن أنا ذاك كانت الرجال ديال الحركة الوطنية حتى هما كانوا كيستغلوا المسرح سيرفانتيس من أجل تمرير بعض الرسائل. شيد المسرح في عام 1913 من قبل عائلة بينيا أحد رموز الجالية الإسبانية بطنجة، وعاش عصره الذهبي في فترة خمسينيات القرن العشرين، وظل لمدة طويلة أكبر مسارح شمال إفريقيا وأشهرها. اكتسب شهرة كبيرة مع تحول طنجة إلى منطقة دولية عام 2500، ومن بين المشاهير الذين وقفوا على خشبة المسرح المغني أنطونيو مولينا. نمر الآن للصفحة الرياضية للنشرة ونخصصها لاختتام منافسات البطولة الوطنية المدرسية لكرة الطائرة لأقل من 18 سنة. التظاهرة التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء على مدى يومين توج بلقبها كل من الثانوية التأهيلية للرياضيين فتيان وثانوية بئر نزران الفداء فتيات. حسن زكي وعبد الرحمن زيان. توجت كبطلة للمغرب الكرة الطائرة المدرسية الثانوية التأهيلية برنزران عن المديرية الإقليمية الفداء مرسلطان بمدينة الدار البيضاء في فئة الإناث، فيما فازت بالبطولة عينها عن فئة الذكور الثانوية التأهيلية الرياضيين عن المديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدية. البطولة شهدت مشاركة أزيد من 600 تلميذ وتلميذة من كل جهات المملكة. صراحة ما كانش سهل باش نربحوا، كانت واحد كانوا فرقات مزيانين، يعني حنايا كنا تجمعنا ودرنا مجهود كبير الفرقة كاملة، ملي كتكون الفرقة كاملة فاهمة حنا كنكونوا فاهمين وكنربحوا. كان هذا الفوز كامل المؤسسة ديالنا الثانويات الرياضيين، وأجواء البطولة كانت واحد الجو ممتاز. كيف ما كتعرفوا الآن طلق مشروع دراسة ورياضة في المغرب، والحمد لله استطعنا أننا حنايا دراسة ورياضة الثانويات الرياضيين أننا نمثلوا كازا ومثلناها في أحسن تمثيل. هذه البطولة هي تتويج للفرق التي يعني كانت مؤهلة في البطولات الجهوية، علما بأن البطولة الوطنية المدرسية باش يوصلها تدوزو معها البطولات المحلية ثم بطولات إقليمية ثم جهوية. التظاهرة تعد من بين الأنشطة الكثيرة المنظمة في إطار الرياضة المدرسية التي أضحت تشكل فرصة جيدة لاكتشاف المواهب الصاعدة التي من شأنها إغناء الرياضة الوطنية عبر التنقيب عن لاعبين ولاعبات جدد يمكنهم تعزيز صفوف الفرق الوطنية للكرة الطائرة. كانت فرصة سانحة للتنقيب على المواهب الصغار الفتيان والفتيات اللي يمكن لهم يطعموا المنتخبات الوطنية الفئات السنية الصغيرة، ويمكن لهم يمثلوا بلادهم أحسن تمثيل في المحافل الوطنية والقارية والدولية. اليوم نجحنا في هذا المشروع، يعني كان الفضل فيه بطبيعة الحال المقاربة التشاركية اللي مكنتنا، يعني بفضل انخراط الجامعات الملكية للرياضات وأيضا العصاب والأندية الرياضية في إطار مشروع مندمج كتسهل عليه وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي من أجل إعطاء الفرصة للتلاميذ الرياضيين. بتتويج الفرق الفائزة والتي ستمثل المغرب بنهائية البطولة الإفريقية المدرسية والتي سيحتضنها المغرب في 26 من الشهر الجاري، أسدل الستار على هذه التظاهرة مع تكريم مجموعة من الأطر التربوية التي قدمت الشيء الكثير للرياضة المدرسية. الآن تطلعكم لبنى من الرامي على حالة الطقس المرتقبة عبر ربوع المملكة خلال الساعات القادمة من يومه الأربعاء. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى النشرة الجوية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية تساقطات ثلجية مهمة إلى غاية يوم الجمعة المقبل، وسيتراوح سمك ثلوج ما بين 30 و 80 سنتيمترا بمرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية، كما تتوقع نزول أمطار قوية وأحيانا رعدية خلال يوم الأربعاء. ستتراوح مقاييس الأمطار ما بين 20 و 40 ملم
بأسفي صويرة أكادير إداو تنان شتوكا أيت بها إنسكان أيت ملول بتارودان تيزنيت شيشاوا قليميم وسيدي إفني. وبالنسبة للأجواء بمشيئة الله خلال النهار ستكون غائمة بأغلب المناطق الوسطى والشمالية مع تساقطات مطرية تهم السهولة الشمالية الريف السايس شمال المنطقة الشرقية مرتفعات الأطلس الكبير المناطق المجاورة وكذلك الجنوب الشرقي مع تساقط ثلوج بالقمم الأطلسية التي يتجاوز ارتفاعها 1200 متر. أمطار متوقعة أيضا بشمال الأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة العليا ستصل مقاييسها إلى 15 درجة بكل من الجديدة وأكادير. بمدينة العيون ستسجل 19 درجة و27 درجة ستسجل بالقويرة. فيما يخص حالة البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية هائج بسواحل البوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. نهاية النشرة، أذكركم الآن بأبرز عناوينها. استمرار الجولة الميدانية عبر الأسواق لضمان التموين العادي للسوق الوطني بالفواكه والخضر ومراقبة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة والنموذج قدمناه من سوق إنزكان للجملة. الرباط توقيع اتفاقية بين منظمة العمل الدولية والمؤسسة المغربية للثقافة المالية لتعزيز شراكتهم التي تأسست منذ سنة 13 و2000 ولتأطير أنشطتهم التعاونية المستقبلية في إطار مشروع وفيرة. وإتمام إجراءات نقل ملكية مسرح سيرفانتس الكبير بطنجة إلى المملكة المغربية من طرف الحكومة الإسبانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.